مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. شهدت البلاد خلال الساعة الماضية كميات بأمطار متفرقة كانت خفيفة الكميات، وسجلت كمياتها في المناطق الغربية وتحديدا في مزرعة الأبرق وكذلك في السالمي حول الواحد ملي متر. أما على المناطق الساحلية وتحديدا الساحلية والجنوبية فتفاوتت كمياتها ما بين 4 إلى 7 ملي متر، وكانت الأعلى في محطة ويصيب 7 ملي متر. متوقع أن هذه الفرص راح تستمر معنا خلال هذه الليلة حول هذه المعدلات، أي راح تكون خفيفة إلى متوسطة. من بعدها في صباح يوم الغد وبعد الساعة 8 متوقع أنها راح تبدي تشتد الحالة أكثر، ومتوقع أنها راح تصل الكميات ما بين المتوسطة إلى الغزيرة أحيانا ومصحوبة بنشاط للرياح الجنوبية الشرقية اللي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة، مع أيضا تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وكذلك ارتفاع في الأمواج قد يزيد عن 6 أقدام. لذلك مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة حطوا بالكم أثناء القيادة في ظل هذه الأجواء، والمتواجدين في المناطق الجنوبية حطوا بالكم في ظل هذه الأجواء، وأيضا اتبعوا قواعد الأمن والسلامة المتبعة في ظل هذه الأجواء، وأبدا لا تترددون في طلب المساعدة من الجهات المعنية في حال احتجتوا لها. وأيضا نحب ننوه على ضرورة متابعة حساب إدارة الأرصاد الجوية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها المصدر الرسمي الوحيد في إصدار التحديثات وأيضا التنويهات والتحذيرات الجوية الخاصة بهذه الحالة الجوية. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت، أجواء غائمة مع أيضا أمطار خفيفة متفرقة في بعض المناطق، رياح حاليا شمالية شرقية سرعتها 15 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة حاليا 16 درجة مئوية، الرطوبة النسبية مرتفعة إلى 73%. أما الرؤية الأفقية نوعا ما متراجعة بفعل الضباب المتشكل واللي أيضا قد يستمر معنا حتى صباح يوم الغد. حاليا في مدينة الكويت 5 كيلومتر، لكن في بعض المناطق الحدودية أقل من هذه المعدلات. لذلك نرد وننوه على مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل هذه الأجواء. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة، أجواء راح تستمر معنا غائمة إلى غائمة جزئيا، واستمرار في فرص الأمطار المتفرقة، تحديدا راح تكون هذه الفرص واردة أكثر في وسط البلاد وكذلك على المناطق الجنوبية وكذلك على المناطق الساحلية، فرص ضعيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد خلال منتصف هذه الليلة. لكن أيضا نشاط الرياح الشمالية الشرقية إلى الجنوبية الشرقية راح يكون وارد ومستمر 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وراح يستمر معنا حول هذه المعدلات في صباح يوم الغد. وأيضا فرص الأمطار راح تبدي تتكاثر وتتوسع أكثر. نلاحظ أعزائي المشاهدين أنها راح تغطي أيضا المناطق الشمالية من البلاد وكذلك المناطق الغربية في الشقاية والسالمي، وقد تكون كمياتها خفيفة إلى متوسطة في صباح يوم الغد، لكن راح تبدي تشتد تدريجيا وقد تصل إلى أنها تكون غزيرة في بعض المناطق. لذلك حطوا بالكم خلال هذه الأجواء خاصة سكان المناطق الجنوبية ويصيب وكذلك منطقة صباح أحمد وكذلك المتواجدين في مزارع الوفرة، حطوا بالكم وتابعوا نشراتنا الجوية باستمرار. وأيضا نحب نأكد بضرورة عدم الخروج في ظل هذه الأجواء خاصة في نهار يوم الغد إلا في حالات الضرورة القصوى. في منتصف يوم الغد الهواء الشمالي الغربي راح أيضا يكون نشط على فترات 12 إلى 50 كيلومتر في الساعة، ارتفاع في الأمواج أيضا راح يكون ما بين 2 إلى 7 أقدام. الأجواء البحرية غير مناسبة أي نشاط بحري، لذلك أيضا محبين الأنشطة البحرية نحب نأكد بعدم الخروج في النزهات البحرية خلال 24 ساعة القادمة. أجواء راح تستمر غائمة وفرص الأمطار أيضا واردة ومستمرة معنا خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق. هذه الفرص إن شاء الله في نهار يوم الغد راح تغطي معظم المناطق من جنوب الكويت إلى شمالها وكذلك من شرقها إلى غربها، ونتمنى ونسأل الله أن تكون أمطار خير على البلاد والعباد. أما في مساء يوم الغد الهواء الشمالي الغربي راح يستمر معنا نشط 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع أيضا استمرار فرص الأمطار المتفرقة اللي أيضا قد تكون رعدية على بعض المناطق. البحر طبعا ما ننصح فيه خلال 24 ساعة القادمة بفعل نشاط الهواء الشمالي الغربي المتوقع واللي قد تصل سرعة هبات الهواء ما بين 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة. لذلك ارتفاع الموج في نهار يوم الغد قد يصل ما بين 2 إلى 7 أقدام،
ومساء قد يصل ما بين 2 إلى 6 أقدام، أجواء غير مناسبة لممارسة أي نشاط بحري خلال هذه الفترة. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 5:18، شروق الشمس الساعة 6:43، وموعد أذان المغرب الساعة 5:00. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء قد تميل إلى عدم الاستقرار في يوم الغد، نشاط في الرياح الشمالية الغربية اللي قد تصل سرعة هبات الهواء فيها في فترة النهار ما بين 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وأيضا مصحوبة بفرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق، وفرص تشكل الضباب أيضا واردة، لذلك تراجع وتدني مدى الرؤية الأفقية أيضا وارد خلال يوم الغد. العظمى 17 والصغرى 14 درجة مئوية، فرص الأمطار راح تبدي تتراجع تدريجيا في نهار يوم الأثنين، لكن عبور السحب راح يكون وارد ومستمر معنا في يوم الأثنين. الهواء راح يكون شمالي غربي 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة، العظمى 18 أما الصغرى 12 درجة مئوية. الأجواء الغائمة جزئيا راح تستمر معنا في يوم الثلاثة، مع عودة لفرص الأمطار الخفيفة المتفرقة في يوم الأثنين بإذن أو في عفوا في يوم الثلاثة بإذن الله. راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال نشراتنا القادمة. العظمى 16 والصغرى 12 درجة مئوية، ومع استمرار الهواء الشمالي الغربي نلاحظ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى، متوقع أن تصل في يوم الأربعاء والخميس ما بين 10 درجات إلى 11 درجة مئوية، والهواء الشمالي الغربي راح يستمر خفيف إلى معتدل السرعة الأربعاء 10 إلى 35، وفي يوم الخميس ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين، حالة عدم الاستقرار لا زالت واردة ومستمرة معنا خلال هذه الليلة وأيضا حتى نهاية يوم الغد، لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء ومتابعة نشراتنا الجوية باستمرار، ونتمنى أيضا منكم عدم تداول أي رسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من مصدرها. والمناطق اللي متوقعة أنها راح تخطل عليها أمطار بكميات تصل ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، نتمنى منكم أكثر الحرص بعدم الخروج من المنازل أو الأماكن اللي أنتم متواجدين فيها إلا في حالات الضرورة القصوى. وأيضا اللي متواجدين في المزارع واللي متواجدين أيضا في المخيمات والبر، نتمنى منكم إذا كنتوا في المناطق الجنوبية أن تحاولون ترجعون بيوتكم خلال هذه الليلة. تمنياتنا لكم بالسلامة دائما وأبدا. أما الآن أترككم مع جولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.